أهلا بكم من جديد. قانون العمل، التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا. المشروع يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وتعديلاته. النقاش الحقيقة هو مش هيكون نقاش، هو هيكون محاولة مني إن أنا أخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات من ضيفي الكريمين، سيادة النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ. منورنا ومشرفنا سيادة النائب. أهلا بحيك. أهلا. سيادة النائبة نهى زكي أمينة سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. منورنا ومشرفانا يا فندم. أهلا بحضرتك. ليه بقى أنا مش عايزه يبقى نقاش بالمعنى المتعارف عليه؟ أنا مش عايز أهدر الوقت في أن أنا أثرثر، أنا عايز أعرف منكما إيه اللي الناس مفروض تعرفه وتتحسب له من هذا القانون الجديد. سيادة النائب، في الأول باختصار، هو قانون بيهم عدد كبير قوي. إحنا نتكلم على قانون عمل القطاع الخاص، وبالتالي القطاع الخاص هو حولي هو القاطرة في أي حاجة دلوقتي. كم العمالة هي اللي موجودة فيه؟ أوضح بس إن إحنا هو ممكن كان قانون في قدر من الحساسية، إنك بتعمل توازن بين صاحب المنشأة وبين العامل. الحاجة التانية برضو المشاهد لازم يبقى عارفها، وأنا بقول صاحب المنشأة وقت بيبقى قانون عمل فدايما يجي في الدماغ المنشآت الكبيرة يعني العملاقة. لا، احنا بنتكلم على يا منشأة عملاقة، يا محل تجاري فيه صحيح. خمسة صحيح. يا ورشة فيها خمسة، وبالتالي هي دي حسيت القانون. فبيبقى صاحب العمل زميلهم، صنايعي زيهم بالظبط. لا، وانا اقصد وانت بتحط المواد وانت بتراجع المواد تاخد بالك ان اللي هيطبق مش الكبير بس اللي يقدر صح. ده الصغير اللي ممكن ما يقدرش على اللي انت هتطلبه. نفس الموضوع فكرة العامل. العامل هو مش مجرد العامل الجميل البسيط، لا، المدير العام هو عامل طبعا، رئيس مجلس إدارة هو عامل، وبالتالي برضو وانت بتحط مميزات وانت بتحاول تعمل التوازن بتبقى عامل توازن كبير، لانه داخل في هذا القانون زي ما بقول منشأة كبيرة ومنشأة صغيرة، عامل مرتبه بسيط وعامل اصلا مرتبه كبير. التوازن ده هو اللي كان محطوط في القانون. الميزة ان احنا اما الحكومة كانت جايبة القانون مع الوزير، شرح لنا برضو في الاول خالص واحنا بنناقشه في اللجنة، ان كان في اتفاقيات وقعدات بين نقابة العمال وبين الشركات، وبالتالي كان في اتفاق مسبق صحيح. بعد كده كل واحد بيحاول ياخد اللي يقدر عليه، وده وضع طبيعي يعني. بس هو قانون فيه توازن كبير. طبعا الوضع الطبيعي برضو ان احنا في المجلس دايما بنروح مش هقول للأضعف، انا بتكلم للعامل، ولكن للي بيطبق عليه اكتر من صاحب العمل شوية، فبنبقى مش منحازين، ولكن في عينينا اعتبارات معينة تؤدي ان العامل وهو بيشتغل في القطاع الخاص يبقى مطمن. انا اقول لحضرتك المصطلح ايه عندكم، وعي اجتماعي، هو ده المصطلح ده لازم يبقى. سيادة النائبة، قدرة العامل على انه يفهم التفاصيل الدقيقة دي الحقيقة احنا بنراهن عليها، لكن يستحسن كمان نشرح له بتبسيط ايه حقوقه الجديدة وايه كمان واجباته الجديدة المترتبة عليه. طيب، خليني برضو أأكد في ذات السياق أنه في خلال مناقشتنا في قانون العمل في المجلس، سواء في لجنة القوى العاملة أو في الجلسات العامة للمجلس، كان الهدف الرئيسي والأساسي في خلال مناقشتنا في اللجنة أن احنا نسمع كل الأطراف. فالحقيقة اجتماعاتنا دي دعينا فيها الحكومة، دعينا فيها ممثلين عن العمال، اتحاد نقابات عمال مصر، وممثلين عن رجال الأعمال أو يعني أصحاب الأعمال. الهدف من ده نحن نسمع من كل الأطراف، وبالتالي نخرج بقانون يكون بيدافي مشاكل القانون السابق. لو اتكلمنا عن القانون السابق، يعني احنا ممكن نقول ان كان فيه بعض المشكلات او بعض الظواهر اللي بيعاني منها العمال، زي فكرة الخوف من استمارة ستة اللي قال عليها، فكرة الفصل اللي الناس بيقولوا التعسفي وخلافه. ف
من خلال المناقشات ومن خلال مشروع الحكومة اللي تقدمت بيه، واللي برضو أحب أثني عليها أنها قامت زي ما سيادة النائب تفضل وأوضح، يعني أن هي نفسها قامت بحوار مجتمعي. فكل ده خرج بمخرجات أفضل وبقانون. دلوقتي فكرة استمارة ستة ما بقتش موجودة أساسا. سميتوها إيه طيب؟ ما فيش. هو الفكرة دلوقتي، هو كل التخوف كان من فكرة أن العامل يمضي على استقالة مسبقة. حاليا مع القانون الجديد ما فيش حاجة اسمها استمارة، يعني استقالة مسبقة. لازم الاستقالة تكون بإمضاء من العامل ومن الجهة الإدارية كمان. فأصبح هناك فيه زي رقابة لأنه العملية مش مفتوحة بشكل واسع، فخلاص ما بقاش في حاجة اسمها استمارة ستة. فكرة برضو الاختلاف ما بين العامل وصاحب العمل، أصبح موضوع الفصل ده ما هو الشيء كده من صاحب العمل، لازم يرجع للمحكمة العمالية. وده شيء يحسب برضو للقانون، لمشروع القانون، إن في محاكم عمالية متخصصة أصبحت للنظر في النزاعات ما بين أصحاب الأعمال والعمال. اللي فهمته إن كمان قرارات المحاكم العمالية مؤقتة، يعني لها توقيتات بعينها. لها توقيتات بالضبط كده، على أساس إن الفصل يكون في توقيتات قصيرة، فما يحصلش يعني فترات طويلة، إن ده الهدف أساسا من المحاكم المتخصصة، إنها تخلص نظر في المنازعات. وإلا العامل وبعض البشر عندهم ضعف في النفوس، يعني العامل ممكن يستثمر الثغرة دي بين قوسين لو كانت موجودة ويطيل أمد التقاضي بقى 5-6 سنين. ده ما عادش موجود. لا ده ما بقاش موجود مع المحاكم العمالية المتخصصة. زي ما بقول لحضرتك، هو الهدف منها فكرة سرعة التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات، وأيضا ضمان أنه الطرفين أمام جهة محايدة للفصل في النزاعات. سيادة النائب، أصحاب الأعمال بتفاوت أقدارهم يعني موافقين على الأفكار التي تضمنها مشروع القانون؟ والله يعني حتى احنا في الجلسات ما كانش عندنا رد فعل عكسي من اللي حضر من الممثلات. كانت نماذج ممثلة يعني؟ كانت حد صناعات مفروض موجود، وكان غرف تجارية موجود. يعني بتكلم على التمثيل بس. برضو اضيف لسيادة النائبة، وسيادة النائبة وضحت ما للعامل جيد، وفي حاجات لصاحب العمل جيد برضو. يعني عملية زي ما بقول توازنية. هو ليه كان بيبقى فيه استمارة ستة؟ وليه كان أصحاب الأعمال بيمدوا قبل؟ لأنه هو ما هوش عارف جودة هذا العامل إيه. فهو جاله وشكله كويس قوي، وأول أسبوع اشتغل كويس قوي. طب وبعدين؟ فكان بيضطر زي ما بقول كده إيه، يستحمل الحلو على الوحش. في عملية الشغل القطاع الخاص ما بينفعش فيه طبعا، يعني الكل لازم بيشتغل. وبالتالي هذا القانون محطوط في صالح العامل، بس العامل المجتهد. يعني صاحب العمل بقى عنده برضو، كان في اتفاقية على 6 سنين عقود، فالمجلس خلاها 4 سنين. وبالتالي 4 سنين ممكن أعمل في القطاع الخاص للعامل عقد كل سنة لمدة 4 سنين. بعد كده خلاص بقى بيبقى عقد مش محدد المدة. طب في 4 سنين خلاص انا اكتشفته بقى. يعني لو هو عامل مجتهد في اي شغله خلاص بيكمل. طب لو مش مجتهد، انا من حقي كصاحب عمل بعد اول سنه خلاص العقد انتهى. بعد اول سنه ما جددلوش العقد، انا حر. انا حر. فهي مديه مميزات هنا ومريحه برضو شويه لرجال اعمال، ان ما فيش حاجه ابديه طبعا. ما هو الابديه دي كان اللي كانت بتخلي ايه استمارة ستة. إنما لو في عامل مجتهد، عمر ما صاحب الشغل بيفرص فيه طبعا. ده بالعكس بيخطفوهم من بعض. صحيح. يعني ده الوضع الطبيعي. ففي مميزات برضو، مش هقول مميزة لصاحب العمل، ولكن اطمئنان لصاحب العمل. لأن العامل الغير مجتهد بيضيع فرصة عامل مجتهد، وبيخلي القطاع الخاص أو صاحب المنشأة، إن يعني كان بقى 3 أفراد ولا 500 فرد، مش عارف يتصرف. طب انا عندي مكنه ومفروض عامل عليها وهو مش ملتزم، طب انا اعمل ايه؟ يعني بالقانون القديم طب اعمل ايه؟
وانت سلبت مني القدره على ان انا اقول له أمشي. اتفضل اتفضل اطلع بره امشي ما اقدرش ودي كانت برضو معلش بتعمل عدوى ما هنا لو في عمل مجتهد وحد تاني في الشغل مش مجتهد وشايف انها سواسيه ومش فارقه ومش تعرف تعمل لي حاجه وانا قاعد معاك على طول غصب عنك ولا اروح اشتغل ليه ما هي دي عمليه مش مجديه فهو اللي اتعمل مفروض عمل اتزان كبير بين مصالح المنشأة زي ما أنا قلت في 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 الجلسة إن ده مش قانون لصالح صاحب عمل أو صالح عامل ده لصالح منشأة وأما المنشأة بتبقى جيدة الاتنين بيستفيدوا الحاجة الأخيرة إن ناخد بالنا إن أنا كل ما بريح أصحاب الأعمال حتى صاحبي أصحاب الأعمال وارجع أقول ممكن الورشة الصغيرة طبعا. عشان بس ما تبقاش القصة مصانع كبيرة وكده ده هشجعه واديله اطمئنان فيقدر يشغل ويعين كان الاول اللي محتاج خمسه يفكر كويس قوي طب انا اجيبهم ويطلع منهم اتنين مش عاوزين يشتغلوا هيقعدوا معايا على طول بيسموها طريقه في عربيزي يعني هي بالظبط هو بالظبط ده اللي ده التعبير دلوقتي لا انا ممكن اجيب ولو محتاج واحد ممكن اجيب اتنين واجرب والصالح فيهم او الكويس هو اللي يكمل معايا وهي عدوى بتنتشر العماله الجيده تخفض نسبه البطاله اوتوماتيكيا وتحول التشغيل الى تشغيل فعلي بالظبط كده ده مهم جدا ما هو في الاول والاخر اللي بيشغل دلوقتي نتفق يعني هو القطاع الخاص صحيح الحكومه ما بتشغلش طب النقطه دي يهمني جدا سياده النائبه نوضحها مع بعض ما يزال المصريون حتى الان رغم ان هم طبعا شايفين القطاع الخاص اجوره احسن ويمكن ظروف العمل فيه احسن واحدث الى اخره لكن شايفين القطاع العام فيه ميزه مذهله اللي هي الامان الوظيفي هل تم نقل هذه الميزه المذهله الى القطاع الخاص بشكل او باخر عشان نشجع شبابنا اكثر للانضمام الى عجله الصناعه بقى والقطاع الخاص والاستثمارات الخاصه الى اخره طيب انا برضو حابه اوضح يعني او حابه اسس على فكره انه في اعدادنا لهذا القانون او دراستنا لهذا القانون ومع عمل جلسات الاستماع المطوله مع الاعضاء المختلفين او الممثلين المختلفين ايضا تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين قامت بعمل حوار مجتمعي مع الاطراف المختلفين مع حضرتك تماما في فكره انه ايوه العمل الحكومي بيوفر فكره الامان الوظيفي زي ما الناس بتتكلم وتقول ولكن احنا شايفين دلوقتي الحكومه اصبح ما فيهاش فكره التعيينات اساسا واحنا بنحاول ان احنا نشجع القطاع الخاص وان الناس تتجه ليه والناس تعمل فيه فالقانون الحقيقه كان ارجع اكد ان هو بيخاطب فكره التوازن في العلاقه ما بين صاحب العمل والعامل فزي ما هو ما بيوفر لصاحب العمل فكرة أنه العمال أو صاحب المهنة أو خلافه لازم يكون معاه تراخيص لمزاولة المهنة لازم يكون في قدر معين من التدريب وخلافه فكرة أيضا عقود العمل الفردية وإزاي أنها تكون لها ضوابط محددة إزاي أن يبقى في مدة معينة فكرة أنه لو امتد الأربع سنوات بيبقى خلاص غير محدد المدة فهو مستمر معاه لأنه أثبت جدارته في نفس الوقت أنه هو بيوفر غير محدد المدة ولا بيتم تجديده أوتوماتيكيا بعد أربع سنوات هو أصبح غير محدد المدة غير محدد. هو كده خلاص أصبح غير محدد المدة لأن أربع سنوات ديت خلاص هو برهن زي ما سيادة النائب أيوة أيوة. هو برهن عن ده مدهش قدرته برهن عن أنه يعني جدير بهذا العمل وقعد فترة وخد الخبرة يعني خلاص الأمر أصبح في علاقة بقى يعني صحيح. إيه مستمرة صحيح. أصبح غير محدد المدة بين قوسين زيه زي العقد مع الحكومة ما هو العادة مع يعني الحكومة غير محدد المدة بس احنا برضو نرجع ونقول انه الحكومة يختلف وضعها عن عن العمل الخاص لان الحكومة يعتبر الى حد كبير تكليف ايوه وانما العمل الخاص هو في حد كبير من الاختيار فبالتالي في هناك اختلاف برضو يعني مش صح ان احنا نفضل طول الوقت مساويين ما بين الجانبين يعني ولو انه احنا ما نتمناه وما تسعى اليه الجمهورية الجديدة انه يبقى تبقى اليات العمل في الجهاز الإداري للدولة زيها زي آليات العمل في الشركات الكبيرة والمؤسسية إلى آخره وبكده ننهض
يعني طبعاً. انا اتصور ان هو ده الهدف الذي نسعى اليه وهو بيحصل. احنا شفنا الفتره اللي فاتت كان في حصل تطوير فعلا في الجهاز الاداري للدوله، واصبح هناك يعني اختلاف وقانون جديد للخدمه المدنيه واصبح قائم على الجدارات وخلافه. بس خلينا نرجع تاني لقانون العمل. زي ما بقول لحضرتك كده، فكره ان احنا يعني القانون بيحاول ان هو يحط ضمانات للعامل وضمانات ايضا لصاحب العمل في الانتقاء السليم. فكره التدريب، اصبح هناك اهتمام اكبر بالتدريب، اهتمام اكثر بالتاهيل. فكره فترات الاختبار نظمها القانون ايضا للعامل ليضمن ان هو بيمضي فتره اختبار، ولكن صاحب العمل ايضا له هذه الفتره ان هو ينظر للعامل فيها، وفي نفس الوقت ما تستغلش ضد العامل بشكل سيء. يعني فكره ان الاختبار يكون فتره واحده، العامل يعين بالاختبار عند العامل عند صاحب العمل ده مره واحده، ما تجددش على انها فترات اختبار. ده يعني حفظا لحق طبعًا الطرفين طبعا. فهي الفكره في الاخر وفي الاول في الاخر ان هي توازن ما بين صحيح. دي الكلمه المفتاحيه لهذا القانون الحقيقه، التوازن، والتوازن المصحوب بالوعي المجتمعي طبعا. لانه طبعًا احنا مصر ليها وضع خاص جدا، المجتمع المصري ليه وضع خاص طبعًا جدا. نسبه الفقر عندنا وعي بالموضوع ده، ونسبة الأمية إلى آخره، ورغبتنا في أننا نرفع مهارة اليد العاملة المصرية عشان تبقى زي بقية الإقليم وأعلى كعبا كمان من بقية الإقليم. أنا هستأذن حضراتكم ونروح لعرض بصري لمشروع القانون، وبعد كده هرجع لحضرتك سيادة النائب حسام الخولي عشان تقول لي تتصور أن الشركات العالمية الكبرى وكلها عندها أنظمة خاصة بها، أنظمة داخلية خاصة بها، سواء للتدريب أو قبل كده حتى للريكروتمنت يعني للتوظيف، تكون راضية عن أنه مصر ستفرض عليها منظومة مختلفة، ولا ده يخليها تحجم شوية عن دخول السوق المصري. هرجع لجنابك لكن بعد العرض المرئي لمشروع قانون العمل الجديد. الرئيس كان امبارح مع قيادات من بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة، مع أباتشي الأمريكية العملاقة، ودايما ده دأب الرئيس، يعني هو بيقابل قادة الشركات ويقول لهم الأرض ممهدة، تعالوا. الشركات دي سيادة النائب عشان تحط 5-6-10 مليار دولار استثمارات، محتاجة إنها تطمن للمظلة التشريعية الخاصة بالعمالة، مهم جدا. سيادة النائبة أشارت أنه إحنا عندنا محددات خاصة بالتدريب، عندنا محددات خاصة بفترة الاختبار إلى آخره. ما يمكن يكون عندهم محددات مختلفة وكده نضع لهم عوائق إحنا مش في حاجة إليها سيادة النائب؟ لا، من أول حاجة كانت الحكومة الحقيقة في المشروع وضعه
هو ان هذا القانون مطابق وموافي لكل المواثيق الدولية اللي مصر ماضية عليها المتعلقة بالعمل المتعلقة ما شاء الله. ده اول حاجة وبالتالي ما فيش اي شبهة وانا بقول اي شبهة لدرجة معايا النائبة برضو كانت معايا في المجلس مثلا في القاعة ممكن في اللجنة دايما بيبقى القانون وهو بيتناقش بيبقى اللي قاعدين في اللجنة عندهم دراية أكتر لأن كل حاجة اتناقشت بدقة وسألنا الحكومة وسألنا رجال أعمال وسألنا النقابات العمالية. أوقات بيبقى عضو القاعة العامة النائب في القاعة العامة ما عندوش هذه الدراية الكاملة لما كان بيبقى حد في القاعة العامة بيطلب حاجة تتغير في القانون وهي تخص او ضد حاجه في المعايير الدوليه كنا بنوضح له ان ده ما نقدرش نغير عشان في معايير دوليه وفي مواثيق مصر ماضيه عليها. ففي الحته دي ريحت قلبي لا يعني الحته دي ما عندناش مشكله خالص واول حاجه رعناها ما يقدرش رئيس تنفيذي لشركه عالميه كبيره يقول لك انت مسبب لي مشكله بالماده الفلانيه ولا الماده العلميه. المعايير الدوليه مطبقه تماما فبالتالي كل شركه وده اصل ده قانون اول حاجه بيهم المستثمر. طب هو بيجي يقول لك مناخك الاقتصادي ايه؟ بيجي يقول لك قانون العمل بتاعك ايه؟ يعني ما عشان برضه يبقى فاهم هو في دخوله وخروجه والتزاماته ايه؟ فالكلام ده كله مطبق. الاجازات سياده النائبه اظن كلام مهم ده. خناقات الاجازات الاجازات يعني اكيد الكل بيسال على يعني على موضوع الاجازات طبعا قبل ما نشتغل يعني انا عايزه اقول بس انه القانون الحقيقه في مواده الاول اللي بيتحدث فيها عن الاحكام العامه كان بيتحدث عن فكره المساواه عدم التمييز وده كان واضح جدا في نصوص طبعًا القانون طبعا. فالاجازات لو احنا اتكلمنا على القانون كيف تناول الاجازات المساواه وعدم التمييز ده بين قوسين كده بين الرجل والمراه ولا بين كل الاطياف كافه من اي نوع ولون وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ده ما بين كافه العاملين كافه المخاطبين بهذا القانون ده ولا يتم التمييز انصياعا لنص دستوري جوهري ولا يتم التمييز بناء على جنس لون معتقد ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. فالأجازات لو اتكلمنا عليها احنا ممكن نقول انه القانون سواء للعامل يعني أجازاته نص على كيفية تنظيم أجازاته نص على ساعات عمل محددة في اليوم ساعات عمل محددة أسبوعيا فترات الراحة فترات الأجازة أجازات العرض حتى يعني القانون هل قدام حضرتك التفاصيل دي ولا يعني نبقى نرجع لها في القانون السابق مثلا او يعني اللي ما زال يعني قيد التطبيق أجازات العرض في ست ايام احنا يعني حولناها خلينا 7 ايام على اساس يحصل نوع من التوازن ما بين الأجازات العرض في الدوله عموما باختيار مسبق لازم يكون باختيار مسبق بالظبط كده فكره برضو تحديد ساعات العمل انها 8 ساعات يوميا 48 ساعه اسبوعيا فكره الراحه فترات الراحه لازم تكون منصوص عليها ومعروفه ومعلومه ايضا اعلام العاملين بفترات الراحه وساعات العمل وخلافه وانها تكون معلنه ليهم ولو اتكلمنا بقى على جانب اخر فكره عدم التمييز وخلافه ولو اتكلمنا على جانب اخر فكره المراه وعمل المراه لان المراه بيبقى ليها احيانا يعني ظروف صحيح. مختلفه صحيح. فهو نص ايضا القانون على انه المراه بتسري عليها الاجازات وخلافه متى تساوت اوضاعها مع باقي العاملين ولكن في الموضوعات اللي ليها علاقه باجازات الوضع مثلا فهنجد ان القانون حصل فيه تغيير كان المطبق حاليا 3 اشهر لاجازه الوضع احنا المفروض ان المجلس جعلها 4 اشهر اجازه الوضع وذلك ليه برضو عدم التمييز ما بين المراه العامله في القطاع الخاص والحكومه بحيث ان ده تكون ساري على الدوله كلها فكره ايضا الاجازه اجازه رعايه الطفل اجازه رعايه الطفل 2 سنين للمراه العامله ولكن بدون أجر أجازة الوضع هي اللي بأجر لأن ده مع احتفاظها بعملها ولكن هناك برضو بعض الضوابط لضمان حق صاحب العمل يعني لازم تكون الأجازة لرعاية الطفل ديت بدون أجر 2 سنين للعاملة اللي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الأجازة أيضا تكون 2 سنين ولكن يفصلها عن الأجازة التي تليها 2 سنين حد أدنى
برضو مش تشجيعا لفكرة تنظيم النسل وهذه وهذا الاتجاه. طيب سؤال بقى يعني وده ممكن يحصل يعني ما فصلهاش سنتين هنعمل ايه؟ يعني مش هتاخد اجازة؟ لا ما هو ده كده بحكم القانون كده هتضطر تستقيل مثلا. هو ايضا القانون نظم فكرة انها تقدر انها تنهي عقد عملها لزواجها لحملها لوضعها. حضرتك دي نقطة مهمة جدا نوضحها للماجدات المصريات العاملات لازم يفهموا الحكاية دي. هي كل هذه الأمور مفصلة وموضحة. أنا أحب أوضح برضو حاجة تانية أنه أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل كانت موضوع أنها سنتين في العمر الوظيفي للمرأة أصبحت ثلاث مرات للعمر الوظيفي برضو ومفيش فوق كده مفيش أكتر من كده. لا خلاص. طبعا سيادة النائب يدخل هذا القانون الحقيقة سجل الذهبي لمجلس الشيوخ. أنا شايف أنه هناك كلمة حق ينبغي أن تقال لمجلس الشيوخ ولشيوخنا الأجلاء وحضرتك منهم يعني لأنه شيخ دي ما لهاش رجل ولا امرأة يعني ده تشريف الوطن يشرفكم يعني. كنا في حاجة ماسة لمجلس الشيوخ سيادة النائب ولعلنا نقول لمن تحرك حتى أعدنا هذا الجناح القوي الذي تحلق به الجمهورية الجديدة وهو مجلس الشيوخ حتى أعاده إلى الصورة لعلنا نقول له شكرا لك. يعني الحقيقة دور مجلس الشيوخ دور مهم جدا وأثبت عمليا أنه بعد التجربة أنه دور مهم لأن هو ببساطة كمان احنا عندنا احنا مجلس سياسي ولكن بيغلب عليه التكنوقراط شوية حتى علاقاتنا مع السادة الوزراء وكده بتبقى فيها سياسة بس في أريحية شوية لأن احنا بنتكلم تكنوقراط في الأول والآخر في اللجان حتى في انتخابات اللجان عندنا مثلا فيش حاجة اسمها حزب مستقبل وطن هو اللي عنده الأغلبية فياخد اللجان لا في الأول والآخر احنا مجلس حقول ايه مجلس حكماء وفعلا احنا بيطبق هذا في المجلس كل واحد في تخصصه احنا تخصصات مختلفة كل واحد بتخصص وناجح في تخصصه قبل ما يدخل هذا المجلس فالقصة ما بيجي وزير حتى بنتناقش في قانون بتبقى القصة فيها أريحية لأنها عبارة عن تكنوقراط حوار عقول أغلبها حوار عقول بنتكلم بأرقام بنتكلم بمنطق مفيش ضغوط حتى على الوزير وهو بيتكلم معنا بيقدر يفتح لنا كل المشاكل طبعًا. بنقدر نرد عليه فبتطلع القوانين الحمد لله من المجلس إلى حد ما حول إيه تامة النضج يعني بنسبة مش كمال الله بنسبة 90% تجربتك باختصار لأن الوقت انتهى سيادة النائبة تجربتك كامرأة مصرية وسياسية مصرية داخل مجلس الشيوخ في تلغراف يعني الحقيقة يعني أنا شرفت يعني بالتعيين ضمن المعينين في المجلس من فخامة السيد رئيس الجمهورية يعني فكرة تواجد المرأة أيضا في مجلس الشيوخ يعني تعزز فكرة الجمهورية الجديدة وإعطاء الفرصة للمرأة وفكرة أن المرأة والرجل على قدم المساواة دون شك وأن المرأة تستطيع أيضا أن تقدم للوطن مثل ما يقدم الرجال وهي الفكرة في الأول وفي الآخر برضو هو التكامل يعني إحنا في الأول وفي الآخر مجتمع واحد ونسيج واحد دون شك ولابد أن يحدث هذا التكامل يعني فخورون بكم سيدتي الكريمة شكرا جزيلا نتمنى أن نكون دائما يعني على هذا القدر من ونحن أيضا والله نحن أيضا شكرا جزيلا لسيادة النائبة نهى زكي أمينة سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب سيادة النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل الوطن بمجلس الشيوخ شكرا لهما وشكرا لكم مشاهدي الكرام وإلى اللقاء بكرة قبل المعدة بساعة السلطة التشريعية